هاي بكره مس اند مستر ستار اكاديمي تام بليز صوتولي بدي اكثر تويت لإلي لانه بدي اطلع على مستر اكاديمي تام متلك عليكم كثير كثير وبحبكم يا رب ان شاء الله عجبكم ومستنيه بقى التصويت والريتويت وظبطوني بقى وكده بتعرفوا ليه متكل عليكم اول شيء من ورا تويت التويت اللي انتم بتحكوني منه بتقولوا لي قد ايه انا حلوه قد ايه شعري حلو قد ايه بلبس حلو قد ايه بمشي حلو قد ايه انا مهضومه فانا بكره حط ستيتس على تويتر وبدي اياكم انتم تعملوا ريتويت عليه اذا بتشوفوا انني انسان كنا مس ستار اكاديمي ديس صوتوا لي بكره عندكم فرصه انكم تصوتوا لي وكيوصلوني ديما من عندكم تويتات انني ملكه جمال اكاديميه ونحبكم تصوتوا لي في مسابقه ستار اكاديمي تان بليز 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 موت عليكم برشا خلينا نكسب اوكي خلينا نفوز خلينا نكتسح اكبر عدد ريتويتات يلا يا شباب عاش وحوش إذا شايفيني نستاهل نكون ملكة جمال ستار أكاديمي 10 يعني أنا بدون ميك اب وبدون شعر لابسة بيجاما جمال طبيعي صوتولي وبعتولي على تويتر ريتويت أكبر عدد ريتويت حتى فوز بكرة على تويتر بتمنى تصوتولي رقمي على تويتر لحتى نشوف مين ملك جمال وبتمنى ما تخيبولي ظني فيكم إذا شفتوني أستاهل استاهل اكون من بين الشباب اتمنى تصوتوا لي تسووا لي اكبر عدد ريتويت ملك جمال اكاديمي الموسم العاشر صوتوا لو بتحبونه وشايفينه انفع الموضوع اللي ما بقول عليه ده يعني بليز اذا كنتوا شايفين ان انا استاهل اني اكون ملك جمال الاكاديميه صوتوا لي وسووا لي ريتويت طبعا تويتر وناطركم ابى اشوف يعني هل انا فعلا جميل او لا صراحه ما ادري احنا كمان كنا عم نشتغل على الترايسبس والبايسبس انا كوتش بتاع لا انت كوتش بتاع انا مين عطى الكوتش تبع الي اليا انا بمتن عضلات ابدا هلا بتعرفوا انه مرنته صار باي تراي بطن بلاطه شكل شوكولاته هتلاقوا احسن مننا فينا يا جماعه بكره تصوتوا لنا باي